الذي يدرس في الخارج والذي يعمل في الخارج مثل السفارات أو القنصليات أو المكاتب الثقافية أو الصحية، كل هؤلاء لا يجوز لهم الجمع ولا القصر أبدا. هؤلاء مقيمون، يعتبر مقيما سواء هناك أو هنا. إذا راح هناك مقيم، إذا رجع الكويت زيارة مقيم، لا يجوز له أن يجمع ولا يقصر أبدا لأنه مقيم هناك. اللي له أن يقصر ويجمع هو المسافر سياحة، مسافر علاج اللي بيروح ويرد. أما قضية أدرس هناك أو أعمل هناك في السفارة أو في القنصلية أو في مكتب الثقافي أو المكتب الصحي أو غيرها العسكري، المهم هذا يعامل معاملة المقيم، فلا يقصر ولا يجمع أبدا، والله أعلم.